على العموم مشاهدينا نروح لموضوع ثاني. طبعا من الطبيعي انه يحس الطفل بالغيره من المولود الجديد لانه خلاص يحسب انه في احد ثاني حيسرق منه كل الحب والاهتمام بلا شك. وعشان ما يكون في غيره كبيره بين الاخوان ونتجنب المشاكل النفسيه اللي ممكن يمر فيها الطفل من بعد ولاده اخ او اخت له، راح نناقش اليوم مع دكتوره حنان جرار اختصاصيه نفسيه وتربويه كيفيه تهيئه الاطفال نفسيا لاستقبال فرد جديد في العائله. يا اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. يا هلا يا هلا الورد، اهلين. اول شيء نبغى نعرف كيف ممكن الام والاب يهيئوا الطفل او يهيئوا ولدهم او بنتهم لمن انه جاي بيبي جديد. اوكي سو بنبلش من لما الام تكون حامل. اوكي بنبلش نحكي عن الطفل، عن المولود، نحكي انه في شيء جاي. كثير مرات بستغرب بيجوني على العياده بيقولوا لي بكل ام بطل انها 9 اشهر، بقول لهم خبرتوا؟ لا لسه ما خبرناش. شو ناطرين بطنك ايش فيها اذا ما خبرتيهم؟ اوكي لا مش عارفين، يمكن هو بيعرف لحاله، فلازم نخبر ونحضر الطفل. في قصص اجتماعيه كثير حلوه انه انا رح اصير اخ كبير، انا رح اصير اخت كبيره، ونحببه في هذا الموضوع. ثاني شيء من المستشفى لازم نهيئ الطفل انه ام ماما يوم يومين اذا سي سكشن 5 ايام ما رح تكون موجوده في البيت، لانه هذا الشيء ممكن يعمل شوك، ممكن يعمل صدمة نفسية. البيبي بروح عند جده أو جدته 5 أيام أمه مش موجودة وما بكون عارف، ما بكون مهيئ نفسيا لهذا الشيء، فلازم نحضره للمستشفى، كثير مهم. دكتورة حنين أنا ما شاء الله عندي خبرة واسعة في الموضوع هذا لأني خال وعم لعدد كبير جدا ما شاء الله عندنا، يعني عائلتنا كبيرة، فدائما ألاحظ هالموضوع هذا. يعني مثلا بنت أختي بنت أخوي عفوا الحين عندهم بيبي جديد توه في الطريق، وأمها حامل في الشهر 8، جالس أنا يعني بما أني العم كذا الشرس بس أقول لها أن إذا جاء البيبي الجديد بياخذ غرفتك عن بباب الممازحة، يعني لا مازحة. جبت العيد. إيه فحرفيا شفت الغيرة الكبيرة جدا، فجالسة تقول لي أمها أنها هي هذه مشكلاتها وياها من فترة، أن تقول لها أن الطفل إذا جاء بيصير هو بتهتمين فيه أكثر مني، فشلون أن حنا نتعامل مع هالغيرة هذه اللي ممكن انها تزعج الطفل طبعاً. حقيقيا طبعا شوف الغيرة طبيعية. بدي اعطيك مثال، تخيل انت متزوج او انت متجوزة 4 سنين وبتحبوا بعض، فجأة يقول لك جوزك او تقول لك انه جايكي ضرة وبدها تنام عندك في التخت وبدك تحبيها، كيف بتحسي؟ لا والله ما ينفع. نفس الشيء الطفل بالنسبة له، الطفل علاقته فيكم كأهل أو كأبوين كعلاقة غرامية، علاقة حب واهتمام وحنان، فأنت فجأة تقول له رح يجي حدا يشاركك ويضرك أو ضر عليك ويعني يكون متقبل، فهو شعور جدا طبيعي، الغيرة شيء طبيعي جدا. وبنتكلم مع الطفل حتى يصير في عنده ذكاء عاطفي، إنه هذا الشعور اسمه الغيرة وهذا شيء طبيعي، طبيعي إنه نحس فيه. لما الأم تدخل من المستشفى خليها، خلي البابا يحمل البيبي وهي اللي تركض على الأولاد. دائما تتكلم عن الطفل الكبير بطريقة جدا إيجابية، هذا أخوك خالد بحب يلعب، شوف ما أحلى. خلي الطفل الكبير يحمل البيبي، يمسكه كل الوقت، لأنه رأس البيبي بيطلع هرمونز، هرمونات حب. كل ما مسكوا بعض أكثر الإخوان، كل ما صار في بينهم صلة وقرابة، كل ما أعطيتوه مهام أكثر، أنت شاطر رح تساعد، أعطيني الحفاضة، أعطيني النابكة، كل ما صار حاسس حاله أنه هو الأخ الكبير وعنده مهام، أنه ما ننسى، ما نهمش الطفل الكبير على حساب الطفل الصغير. دكتورة في أهالي زي ما ذكرتي في أنه مثلا هي في الشهر 9 وما تقول لأولادها، وفي الأهالي العكس اللي هم يخلوا أولادهم يدخلوا في كل التفاصيل. بمعنى يعني أنا مثلا في أم أعرفها، واحدة من صحباتي قررت أنه كانت بتفكر أنه ولدها يدخل معها وقت الولادة يقص الحبل السري. وبعدين أنه هي كانت بتفكر أنه مثلا تجيب هدايا كثير للولد وتقول انه البيبي جاب لك هذه الهدايا. هاي الفكره كثير حلوه على فكره. فكره حلوه، بس كمان الولد يعني معلش بس هو يعني ذكي شويه، ما هو غبي انه يفكر انه كيف البيبي الصغير هذا راح محل الالعاب وجاب الالعاب هذه. حسب عمر الطفل ساره، لانه اذا عمره 3 سنين ما حيعرف. يعني هاي الفكره كثير حلوه انه احنا نجيب هدايا ونحكي للطفل انه هاي اخوك جاب لك اياها لانه هو بحبك، اذا 3 سنين ما حيفهم، بس اذا 7 و8 لا طبعا اكيد حيفهم طبعاً. حيفهم الموضوع، بس موضوع انه كيف يدخلوا في التفاصيل هذه يعني طبعا صحية. اكيد لانه بصير في صدمه نفسيه للطفل، يعني مرات الابهات ما بيقدروا يدخلوا على غرفه الولاده، ما بالك طفل صغير؟ اكيد لا اكيد لا. بس هل يفرق الموضوع
مع الأطفال اللي عمرهم مثلا سنتين أو 10 سنوات، أو القيرة هي واحدة واحدة؟ لا طبعا، الطفل اللي عمره سنتين خصوصا عمر السنتين بيكون الإيجو عم بينبنى، الشخصية، تكوين الشخصية عم تنبنى، فأصعب عليه أنه يشوف الأم اللي هي مصدر الحنان والحب أنها هي تتقاسم، وخصوصا العمر الطفل اللي عمره سنتين أنت بتتعامل معه غير على البيبي، البيبي حبيبي وقلبي وعيط. فهو لما يشوف، أنا مرات أشوف الغيرة بعين الناس يطلع طب أنا وين الحب؟ طبعا طبيعي انه انت تحبي طفلك ومولودك جديد، بس ما ننسى انه نعطي اهميه، نروح نعطي وقت انه لما الطفل يكون نايم ناخذ المولود الطفل الكبير نعمل معاه، نرسم معاه، نحكي معاه كل الوقت حتى ما يحس انه هو خلص يعني صار مهمش. لو الغيره حسيتي شويه زادت عن حدها، بمعنى انه في الاخوان اوقات بيحاولوا يؤذوا البيبي او مثلا يضربوا او مثلا يستنى فرصه ان الام والاب ما هم في الغرفه، عشان ما اعرف ما حقول حتى المواقف اللي ممكن تصير هنا، كيف الاهالي ممكن يتصرفوا مع الطفل بطريقه انه ما يكرهوه كمان في الطفل في البيبي زياده؟ هلا اذا كان رده الفعل تبعتنا عنيفه واجينا مثلا ضربنا الولد الكبير او ليش هيك او صرخنا وهيك، حيصير يكره الولد اكثر. فاحنا نكون يعني رده فعلنا شوي تكون هاديه، نوصل للطفل عشان الطفل يصير عنده ذكاء عاطفي، بنسمي الشعور، بقول له حبيبي بعرف انك انت مثلا غيران او غضبان او انه ماما ما ردت عليك بالوقت اللي دائما بترد عليه فيه، بس احنا في العيله ما بنضرب، ما بنتواصل بالضرب، ان شاء الله بتكونوا ما بتضربوا في العيله، هذا اهم شيء. احنا لما بنكون غضبانين او حزنانين او غيرانين بنتكلم، فانت تعال قل لي لما تكون حاسس هدول مشاعر وبنحكي انا وياك مع بعض، بس ما تعاقبي لانه بعدين هذا الشيء رح يصير يكرهه بالمولود. هذا صح. بس دكتوره يعني حرفيا انا اعتقد ان كل العائله تكون شريكه في هالموضوع هذا، نحرفيا لما يجي بيبي جديد في العائله الكل يكون مبسوط وكل يكون عليه الاتنشن كله من جد. فكل الناس من ام من ابو من جد من جده خوال عمام ينسون البيبي اللي عمره يمكن سنه ونص ويروحون حق البيبي هذا اللي عمره بيومين ثلاثه، وهو شيء بديهي بصراحه. فشنو تقولين للعائله بشكل عام في هالموضوع؟ انا عندي فكره، دائما بحضر بوكس بحط فيها هدايا صغيره لطفلي الكبير، ولما يجوني اهل بدهم يباركوا لي بالمولود الجديد بقول لهم هاي حلال الصغير، بيحملوا هديتين، هدية للمولود الكبير وهدية للمولود الجديد حتى ما يحس حاله مهمش، ودائما بذكرهم اعطوا اهتمام اعطوا اهتمام. هلا مرات شو بصير من الاهل من خوفهم بصير جدا يعني الموضوع للمولود الكبير اكثر، فحرام المولود الصغير ما بياخذ كمان حقه، هذا حقه. فكثير يعني خير الامور انصفها بالنص، شوي هيك وشوي هيك، ما ننسى هذا الطفل ولا ننسى المولود الجديد. وقد ايش مهمه دكتوره انه الام، يعني هو انا عارفه ان الام يعني تعب عليها طبعا ونفسيتها تعبانه، بس مهم قد ايش انه على الاقل نص ساعه تخليها فعلا بس للاخ الكبير، وتحط البيبي مع احد ثاني بس عشان تنتبه وتديله الاتنشن. شوفي بالاول هذا الشيء كثير مهم، يعني الله يعينها الام في عندها البيبي ورضعته والنوم ففي كثير اولويات، واذا ما عندها مساعده البيت والطبيخ و فانا دائما بقولها حطي اولوي الطفل المولود الكبير باول الاولويات. أيوة. بعدين حرام الزوج اخر شيء من همشه. ايوه لا بمزح. ما حسيت انه بس لا، بس هو فعليا هو طبيعي انه الازواج في هذه الفتره مو يكون في بعد، بس يكون في انشغال عن بعض لفتره معينه، وبعدين ان شاء الله تتجدد العلاقات ان شاء الله. كمان هذه بالنسبه اللي هي الاخ الواحد، في ناس اللي ما شاء الله عندهم 5 و6 دكتوره، هذول نسيناهم تماما، هذول ايش يسووا من جد؟ طبعا هلا دائما الصغير حتى يكبر، فدائما اصغر شيء بيكون اكثر شيء فراجل او اكثر شيء ممكن انه هو يعني حساس او يتطرق للغيره، خصوصا لانه هو اخر شيء اخر عنقودك، فهو اكثر شيء كان ياخذ منك اهتمام واكثر شيء الاهتمام راح منه. فمن الصغير للاكبر طبعا ممكن يكون عندك مراهقين بسن المراهقه، فطبعا كل واحد بده ياخذ من وقتك شوي، بس طبعا اصغر شيء بيكون اكثر شيء حساس. شكرا لك يا دكتوره حنين، وانا يعني انا قلت لكم قبل انه انا الاخت الكبيره، ففي جو 3 بعدي واكيد كنت اغار، بس الحمد لله ماما كانت تخليني انا المسؤوله، كنت انا اعيش الدور انه انا اللي اتحكم فيكم. صحيح. فما صرت اغار منهم، صرت احبهم واخاف عليهم الى الان على فكره، انا زي امهم الثانيه. ما شاء الله. شكرا لك يا دكتوره. شكرا لك يا دكتوره على المعلومات هذه الجميله، بصراحه موضوع جميل والله. ايوه الغيره هذا بين الاخوان.